أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. المملكة العربية السعودية تحبط هجوما إلكترونيا استهدفها بحسب تغريدات لمركز الأمن الإلكتروني على تويتر. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران بسبب تزييفهم لأوراق نقدية قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني. علماء يطورون يدا روبوتية قادرة على الإحساس، تتمتع بنوع من الحياة البيولوجية الموجودة لدى الجسم البشري لمن فقدوا أيديهم. الفساد يطال نجم البارسا ليونيل ميسي، فهو متهم بتقاضي مبالغ مالية للعب مع الأرجنتين.